وفي فضيحة جديدة، فقد قام المقربون من رجل الأعمال المسجون محي الدين ضحكوت وبتواطؤ مع المتصرف الإداري الذي تم إيداعه مؤخرا الحبس من طرف قاضي التحقيق لمحكمة رويبة بإخراج 1272 مركبة من علامة هيونداي من ميناء مستغانيم يوم 28 سبتمبر 2021، أي بعد صدور الأحكام النهائية في حق محي الدين ضحكوت المدان ب 14 سنة سجن نافذة مع مصادرة جميع ممتلكاته. وحسب التفاصيل فإن 1272 مركبة كانت محملة على متن 318 حاوية من نوع 40 قدم، كل حاوية تضم 4 مركبات تم جلبها من كوريا على متن باخرة بتاريخ 31 جويلية 2018، إلى أن مدير الاستغلال والتجارة بمؤسسة ميناء مستغانيم جمد عملية استخراج هذه المركبات بسبب عدم تقديم ضحكوت أي ضمانات لتسديد المستحقات المينائية المتمثلة في تكاليف التخزين والحراسة والتأجير معدات الرفع. سلام.